خويا هاد الكلمة ديال كولونا صراحة الله خويا جات غير واحد المصطلح ضحكوا باللعب. كنا هضرنا في واحد الموضوع داكشي ديال فيروس كورونا ولا صراحة فيروس كولونا، وخا هما كالونا وقمعونا ودمرونا وشتونا، الحمد لله حنايا فهمتي الحمد لله، وخا هما قمعونا وشتونا دمرونا ما بغاوش لنا، ما قروناش وكذا وكا وما علموناش وكذا، وحنا تعلمنا الصنعة. فضل هادشي كامل تيرجع لواحد المعلميه مساكن اللي علموني انا، الدوله ما عطاتني والو. خوتي اللي تعيطوا عليا بهاد كولونا خويا، عادي مرحبا والف مليون مرحبا، اللي بغى يقول كولونا واللي بغى يقول قمعونا واللي بغى يقول شي حاجه مرحبا. اولا خوتي منذ انقطاع عن الدراسه وانا كنشتغل في الصناعه ديال القبص اللي هي الصناعه الشريفه وتقليديه. المشكل اللي كاين في الصناعه هو الشباب المغربي كاع ما كيتجه لهاد الصناعه ديال القبص، لا تصنع مزيانه وتقليديه، ومشكل الشباب المغربي ما كيتجه لها تصنع تصنع مسيه بزاف. اغلبيه ديال الشباب تينسى الصناعه فهمتي، اغلبيه ديال الشباب كتجي كتشوف هنا عطينا المخدرات الهلواسه في مدينه سلا. كنصح جميع الشباب يتجهوا للصناعه، الصناعه ما غناتش كتعيش، الصناعه راه شريفه وتقليديه. وما نكذبش عليكم، شاركت في عديد من المعارض ومن المهرجانات وحسيت مراكز لا باس بها. ومن هذا المنبر كنشكر واحد المعلميه اللي علموني هاد الصنعه وفتحوا لي بيبان ووسعوا معايا خاطرهم، وما ننكرش خير ديالهم اللي هو اولهم المرحوم عبد الرحمن الجبلي الله يرحمه والي برحمته، علمني مسكين هاد الصنعه وفتح معايا بيبان ودار لي الخاطر ديالي مسكين. وكنشكر جزيل الشكر مصطفى الفاضلي، واحد السيد مسكين تا هو علمني هاد الصنعه وهز لي بالي ومسكين وسع معايا خاطرو. وكنشكر عبد الصمد احسن ستافور في مدينه سلا اللي كيصطافي لينا كيوجد لينا السلعه ديال التقباست. وكنشكر جزيل الشكر جميع القباصه اللي عاونوني في هاد الصنعه.